لكم يا ابطال، عامليني وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال من سلسله سكنات، وهندخل ناخد راي الناس في السكنات دي. ولكن المفروض يا ابطال دي يعتبر دي تاني حلقه او تالت حلقه من سكنات يا ابطال اليوتيوبرز في مقلب البيوت. بندخل يا ابطال نعمل مقلب كده جميل ونشوف رده فعل الناس ومدى حبهم يا ابطال لليوتيوبر ده. اليوتيوبر النهارده اللي معانا وهو ابو علي يا ابطال. ايوه ابو علي جيمنج اللي بيعمل افلام روبلوكس، متحمس جدا جدا يا ابطال. يعني قبل ما نبدا فيديو النهارده ها حط يا ابطال لايكات حلوه واشتركوا تحت يا ابطال في القناه. ويلا بينا يا ابطال. المفروض دلوقتي انا معايا حساب ابو علي، قعدت ادور عليه بصراحه لحد ما لقيته. كويس قوي، حلو قوي يا ابطال الحساب. المفروض اما نشوف كده الحاجات اللي معاه حرفيا نفس ميجو بالظبط، ولكن التيشيرت. طب ليه التقليد يا عم؟ طب ليه؟ ما علينا خلاص تمام. هو حتى نفس الشعر، سبحان الله، لا تخلق قبل ان تكون سبحان الله بجد. يعني انا مش عارف، خمسه روبوكس تمام، احنا مش هنتعب في حاجه حرفيا، نفس ميجو بالظبط تمام. خمسه روبوكس كويس قوي. خلونا هنا ابطال نعمل بقى ريفرش كده تمام، وحيتين ثلاثه ويلا بينا ليتس جو يا ابطال. خلونا نعمل كده ماشي، نلبس التيشيرت وكل حاجه والشعر، وكمان هنا وينشيل هنا الشعر طبعا بتاعنا، وهنروح يا ابطال عند هنا البادي عند الفيس ونفس الفيس كده كله تمام. ما عدا حاجه واحده يا ابطال، السوبر هيرو، نفس السوبر هيرو اللي بردك لابسه ميجو. ليه يا عم؟ يعني انا تعبت في كل ده وفي الاخر ما علينا خلاص مش هنتعب تاني، اصلا هندوس كده على طول اهو تمام. في ايه تاني؟ في ايه تاني ممكن نعمله؟ لا ايه ده بتاعت ايبي جيمنج. نعمل كده يلا، واحد اتنين تلاته، ما ظهرش، نعمل ريفرش ما ظهرش، انا بحبه يظهر هنا. ماشي ما دام انت تمام وواضح اللي هو ظاهر هنا كويس، متحمس جدا يا طلاب نبدا الفيديو النهارده، حطوا لايك للفيديو. هندخل دلوقتي في سيرفر عشوائي، اتمنى نشوف الناس هتعرفنا ولا لا، متحمس جدا ويلا بينا. ودخلت دلوقتي يا ابطال ماب البيوت ولقيت ايبي جيمنج صغير، ايبي جيمنج كبير. لا لا ده ايبي جيمنج على ابو علي وعلى ميجو. ايه ده؟ وداني وداني وجعان، وداني دماغي وجعان. والله ايه اللي بيحصل؟ واو او ماي جاد، هلا والله. هلا هلا. انا بص حرفيا نفس الناس اللي بتدخل ورايا دايما في مال بيوت، هم ايبي جيمنج خليط ما بين، اقسم بالله استنى انت فين، خليط ما بين ابو علي وميجو، اقسم بالله رعب والله. حلو السكن، ايه رايكم؟ قيموه من 10 على اساس يعني انا اللي عامله يعني تمام. ايوه ده ابو علي سكن، شوفوا على طول عرفوه يا ابطال، ده المفروض يا ابطال ده سكن ابو علي، ليتس جو يا ابطال. اما نشوف بردك نفس الكلام، الناس بتقول ضيفني بقى، ما انت خلي بالك، ما انا لما اجي اضيفك يبقى ايبي جيمنج اللي ضافك مش ابو علي ولا ميجو. ها ركز في الكلام كده، كاتب واحد من واحد، 10 من 10، افتكرت. ماشي عاش، هو ما فيش من اللي مات. انت موت نفسك ليه؟ ليه 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 يا بيجيمنج؟ ليه 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 ليه؟ مات هيجي هنا اهو. انت بتعمل ايه؟ باين عليه بيغير السكين صح؟ بوم. ايه ده؟ ابن خطتني والله. بقول لكم ايه؟ خلونا نعمل فعاليه، خلونا عايزين ابطال نعمل فعاليه، ولكن واضح ان مفيش ناس جم كتير المره دي، يعني ايه الحظ ده بصراحه؟ خلوني يا ابطال مثلا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ خلونا نشوف كده الناس. المشكله يا ابطال السيرفر ده اجنبي، خلونا كده نبص بصه. للاسف يا ابطال فعلا السيرفر ده اجنبي تمام. خلونا كده نروح مثلا مكان تاني، مثلا ممكن نروح فين؟ ايوه ممكن نروح المكان ده تمام، البيت ده، بس اجنبي برضك، اجنبي برضك يا ابطال، كل الناس دلوقتي اجانب موجوده، مفيش حد عربي. ايوه ايه ده؟ انا ابطال نقول لهم هاي. ايه ده؟ بص احسن حاجه بتقول بص هاي، بص عامل ازاي؟ والله السكن اسطوره، بص هو طالع عامل ازاي؟ ماشي جامد، بس الاجانب 10 من 10. حبيبي يا بومبو، والله والله حبيبي. هم اصلا مش عارفين اي حاجه، ثانيه خلونا ابطال نطلع دي كده. ليتس جو ليتس جو كم، حاضر جاي حبيبي، والله حبيبي قلبي تسلم، انا جاي اهو، حاضر جاي. والنبي ما تعمل لي بان، انا زي الجديد، ما تعمليش بان، انا مش عارف اقول هلو ازاي بالانجليزي، ما تعمليش بان. يلا استغفر الناس كلها دخلت معايا، ما تعليش بالو النبي. هاي خلينا نقول له هاي. Who are you guys؟ نقول له I am يوتيوبر. شوف يا ابطال قلت له I am يوتيوبر اهو. احبك يا بلال، يا رب توصل مليون مشترك، اقسم والله اقسم بالله حبايبي. استنى يا ابطال كتب ايه؟ بيقول لي ايه؟ ثانية والله انا يوتيوبر. هي از ايبي جيمنج. ايوه يا باشا ايوه، عربيك. هما قاعدة بتقول عربيك. ثانية ثانية، انتوا هما بيكتبوا ايه؟ يعني اكيد طبعا. ايه ده؟ يس هو ايه ده؟ ايه اللغة الغريبة دي؟ حاسس ده مش انجليزي، انجليزي أول مرة أشوف في حياتي والله بجد. خلينا نكتب لهم ايبي جيمنج.
مع ان اكيد انا مش هكتب لهم ابو علي يعني. بس هو اللي سكن يعني ابو علي هو حظهم كده. انا عايز اقول لهم اللي انا بصور يا بطل. اي ام ريكوردينج يعني لا بصور فيديو تمام. المفروض ان هم طلعوا احنا عايزين نتفرج. طب ممكن تحول لنا حول حد يقول له عايزين نتصور على يعني عايز اشوف كرتون تاني. بقول لك اعمل لي كوبايه شاي. اجري اعمل لي كوبايه شاي ثانيه. اقول له اعمل لي كوبايه شاي. على اساس ان هو يفهمني. والله ثانيه والله ثانيه يا ابطال اروح اكتب له دلوقتي. بص بصوا اكتب له. بص يا ابطال هكتب له دلوقتي حاجه جامده قوي. بصوا ثانيه مثلا تمام ايوه. بص يا ابطال هكتب له بالانجليزي بجد ماشي. استنى انت رايح فين؟ استنى. هم قاعد بيقول لي لو انتوا ما تعملوش دوشه. ها بيقول لي هو حد يعمل دوشه ما بحبش الدوشه. ماشي يبقى احنا ايه ده سايب بنته هنا ولا مين البنت دي؟ بقول لكم ايه ما دام احنا مش هنعمل دوشه اقول لكم ايه. هو ده اكيد ده بطل من ابطال الحياه. عايزين نعمل عايزين استغفر الله العظيم عايزين نسرق الخزن. انا اسف. هي فين خلونا ابطال دلوقتي نعمل سطوه على البيت ده تمام. يلا بينا واحده واحده. هنقوم واحده واحده. هي فوق تمام واحده واحده. يلا 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 بسرعه قبل ما يشوفنا. طلعنا طلع يا وحش ماشي. هي هنا. انزل تاني. يلا فتحتي ايه ده 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 في والله ما اقصد انا اسف. انزل انا اسف والله انا دخلت على حضرتك كده. يا نهار ابيض. اقعد تاني انا محتاج بسرعه اجيب القنبله. هيعرفوا يشكوا فينا. اقعد مشكله مش عارف الخزنه فين. اي ام سوري يا لهوي كتبت سوري غلط. اي ام انا بكتب بسرعه بس. اي ام سوري انا اسف. بقول لكم ايه عايزين نسرق الخزنه بسرعه انا مجهز ده. ما ينفعش طبعا نطلع قنبله. اوعى حد يطلع ثانيه. اوعى حد يطلع القنبله قدامه. اوعى حد يعمل اي حاجه ولا يطلع صوت. اتفقنا. هي بتقول اوكي على ايه؟ هي فهماني ولا ايه؟ اقسم بالله وفهماني بروحت فيها. خلينا نشوف انتوا معايا طيب ولا ايه ولا عليا ولا بتعملوا ايه بتفكروا فيه دلوقتي. انا اقدر اسرق. طب يلا ثانيه على هادي على هادي. البنت صاحبي ماشي. يلا ماشي. هي فين بقى؟ يلا بسرعه اجروا يا جدعان اجروا. طب انا عايز اخد الفلوس. انا ما خدتهاش. هعمل نفسي فيها خدتها. يلا بسرعه نهرب من البيت. يلا كله نهرب. اهرب بسرعه قبل ما الراجل يشوفنا. بسرعه من البيت. اهرب من البيت. وات قفلوا علينا البيت. طلعوا الاسلحه يا جدعان. طلعوا الاسلحه. ما قفلوا علينا كل حاجه اقسم بالله. طلعوا الاسلحه. اقف عندك. ستوب خلينا نقول ستوب. ستوب يا نهار ابيض. او ماي جاد. خلينا نفضل بقى. بصوا هنفاجئه. بصوا يا ابطال هنفاجئه بقى. نقول له ايه وي ار اجانج فاهم اللي احنا ايه اللي احنا عصابه. خلينا نفضل ابطال كده بس. وي ار يلا هو يوديه المستشفى. وي ار اجانج وديه المستشفى. ابعد. وسرقنا البيت. عاش محاولة ناجحة الحمد لله. المهمة نجحت يا ابطال. بص بقى نقسم الروبوكس بالنص بقى. ويلا وضيعنا ودعنا ضيعنا. والله جامد. عاش. بقول لكم ايه خلاص السطو خلص. ايه ده نفس الراجل؟ بليز هوسبيتال. خلاص ماشي. انا هوديه المستشفى بنفسي. خلينا ابطال كده. فين يلا تعالوا. يلا يا عم انا هوديه المستشفى بنفسي بس انا مش عارف ايه ده. ثانيه ايوه يلا انا هوديه وات يا ايه الهبل ده. ماشي خلاص انا هوديه المستشفى. ما خلاص بقى يلا انا هوديه المستشفى. يلا العربيه البت ماتت. ها المستشفى. يلا انا السواق ماشي. يلا ليتس جو. يلا جو. مش ماشي البت يا ابني ميته يا ابني. ما يلا يا ابني البت ماتت. اهي يلا تعالي ربنا يشفيك يا بنتي. لا اعرف ده ايه المريض انت ازاي قاعده تحت. حاضر اعتبر انت مش تيجي معانا. اعمل لي كده هبل. يا عم الاهبل. طب ايوه هنعمل ايه ثانيه. تعالى اشيلك. طيب تعالى يلا اشيلك واديك هنا. هبل ده انت بتطير ولا بتعمل ايه يا عم؟ انت مالك دي صدمه دي يعني ولا دي صدمه في عيونك؟ تعال يلا ايه بقى. يلا تعال يلا اقعد هنا. يلا اقعد زي الناس. المفروض البنت تنام هنا اصلا يعني. البنت تعبانه. فين البنت؟ ايه واحده ميتة. بص بتعمل ايه. تعالي يلا ما تخلصي ما تقعدي هنا. يلا بس يلا عشان هنروح
يلا بينا، يلا يا ابطال اللي عايز يركب معايا. انتوا او شفتوا قلبي طيب قبل كده بالطريقه دي؟ انا المفروض اللي انا يعني انا اللي عملت كده في البيت وسرقت كل حاجه، خلوني اعمل بسرعه 200 بسرعه وعملت كل حاجه ورايح اساعد البنت. يا اللي ماتت بسببي، شفتوا؟ مفيش راجل عصابات كده. تعالي 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 بسرعه. هي راحت فين؟ بتتمشى لوحدها؟ مصلح؟ اه مصلح ماشي. يلا تعالي بسرعه. مين الدكتور؟ بسرعه يا جدعان الحقوني الحقوني بسرعه. آه فين عمليه ولا ايه؟ مفيش اصلا حد. ايه ده؟ راحت فين؟ ماشي اتفضلي اتفضلي. يلا لا يلا اقعدي بقى بسرعه. ماشي تمام. حد يلحقنا يا جدعان، البنت دي عملنا معاها موضوع، يعني البنت بطنها وجعتها من الصدمه. بطنها، حد يلحقها حد يلحقها يا جدعان، البنت هتموت. يا نهار ابيض، البنت هتموت. انت بتبص لي؟ وسعوا. عاش يا دكتور. بقول للدكتور عاش، عاش يا دكتور، والله والله العظيم عاش. انت بطل من الابطال، بطل من الابطال. الله يرحمه. انا اه ده مش الدكتور والله، افتكرت انا كنت اقول انا جايب الدكتور عشان يقول الله يرحمها يعني. بقى طب انا ممكن اقول الله يرحمها عادي. ماشي ماشي حصل خير. يلا يلا ان شاء الله. لا هي لسه ما ماتت الحمد لله. طب ايه ده الحمد لله؟ طب طمني طمني. طيب طمني ايه اللي بيحصل يا عم؟ انا نسيت الله يهديك، اشيلك ولا ارميك فين؟ تعالى اركب ورايا. استغفر الله، اركب ورايا. لا مش الدكتور، ما اكيد مش الدكتور. صارت بخير. الحمد لله. يلا هرجع بقى لابوها. يلا تعالي بقى ارجع لبابا بقى. يلا 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 ارجع لبابا. يلا يلا ديد. هي كاتبه اللي هي ديد والدكتور بيقول انها بخير عشان هي اصلا بص انا شلت مين؟ بس انا شلت مين؟ استغفر الله العظيم. في البنت ايه؟ البنت البنت ماشي. انا قلت اشيلك والله احسن، والله انا قلت اشيلك. تعالى اشيلك برضه. ايه ده ما ينفعش. مين ده اللي عايز يشيلني؟ مين ده؟ انا راجل عصابات. ماشي تمام خلاص، الف سلامه. عايز اقول لها ابطال الف سلامه. تمام ابصوا اقول لها الف سلامه. انا بقى ايه؟ تمام انا ما اعرفش ايه ده. الف سلامه مش عارف مش عارف اقول لها ايه الصراحه يعني. اللي هو يعني او لا ايام سوري، انا اسف مثلا على اللي انا عملته كده. ماشي ايام سوري. بيقول الو وش سال؟ هو سالنا ابطال نكلم الدكتور. ايه ده واحد تاني مات؟ ما انا مصدمه اكيد مصدمه. تعالى تعالى حبيبي قلبي، تعالى 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 اقعد هنا اقعد هنا. يلا اقعد بسرعه اقعد. تبان عليك كلمه مصدمه، مات مصدمه. تعالوا يا جماعه انت عامل كده. ايوه عالجوه 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 يا دكتور. ماله ده كمان؟ قول لنا بالله والنبي ماله ده كمان عشان ايه ده؟ باين عليه حاطط ايده على بطنه. تمام ماله ده كمان؟ ايوه ايوه ما نشوف بيكشف عليه او بيخترع الذره، حاجه من الاثنين. ماشي تمام. مش عارف الكل يموت. استغفر هو في غيبوبه. انا بضحك ليه؟ ده حاجه وحشه. الف سلام عليه الف سلام عليه. بص الدكتور بقى دكتور. انا نسايه انا نسايه عامله كده. ماشي تضيفني؟ الناس قاعده بتموت وانت تقول لي ضيفني برضك؟ هو مفيش فايده مفيش فايده خالص في الدنيا دي، في لعبه روبلوكس قصدي يعني، في مبيت. ماشي تلات دكاتره يعني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. تلات دكاتره على واحد عنده غيبوبه يعني. صار بخير؟ انتوا لحقتوا والله، انتوا ناس محترفين قوي، دكاتره محترفين والله يعني. تستاهلوا، خدوا خدوا روبوكس كلكم والله. خذ روبوكس انت انت. لا انت ليك، انا نسايا. خذ روبوكس. يلا يا عم قوم بقى. يلا الجو ده جو. يلا يلا تعالى تعالى. يلا الف سلام عليك. خلاص ايه ده ابوها يا جدعان؟ ابوها جه. انا والله ايام سوري. خلينا بطل نقول له ايه. انا يعني اللي هو ايام سوري داد، لانه هو راح فين؟ اكيد راح البيت صح. ثانيه يا بطل، راح البيت صح؟ هو ده؟ لا لا مش هو. هو ايوه البنت كبرت ولا ايه؟ سبحان الله. ايوه هو ده البيت باين. ايوه هو ده البيت بالظبط. اوكي نطلع. الراجل فتح البيت للاسف قفله. او ماي جاد خلوه كده، انا عايز اشوف الشخص. ايوه الراجل جاي، الراجل جاي صح. فين فين فين؟ ايه ده حادثه؟ مين اللي مات تاني؟ مين مات؟ لا بقى ايه. اوبس بليز ديد، ارجوك مت. لا لا مش قادر اكمل، انا مش عندي ثقل كده. استغفر الله.
قال انتوا بتعملوا ايه انتوا كمان هنا؟ ايه يا دكاتره؟ ايه يا دكاتره ده؟ ايه ده انت لسه بطنك وجعاك مع نفسك؟ انا رايح انهي الفيديو. دي بقى قصه روبلوكس. ده كده يعتبر ابتدى عملت لكم فيلم روبلوكس. وايه يعني انا كنت رايح اسرق ويعني انا بصاحب امانه ما كانش في نيتي، ولكن كنت عيني على روبوكس يعني بصراحه اللي عندهم، لان دول اجانب معاهم روبوكس غاليه جدا. خلينا نبطل اني مقطع النهارده لانه كان جامد وموت وبيموت ضحك اقسم بالله مش قادر. واحد بيقول لي اركب، خلونا نركب جنبه ونيني مقطع النهارده وبس كده. لو طلعت الفيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده وبس كده. بيجيمنج اكس وي سلام.